مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه حيث نقف فيه على اهم وابرز ما تداولته المواقع الاخباريه اليمنيه والصحف العربيه الصادره اليوم والتي تناولت العديد من القضايا ونبدا من المواقع الاخباريه وتحديدا من احد اهم القضايا التي طال امدها ولم تجد الحل فلم تلقى احتجاجات وأحالة الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج أي تجاوب من قبل ميليشيا الحوثي ما دفعهم إلى الاستمرار في تنظيم احتجاجاتهم وعلق موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يدشن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم وإيقاف التعسفات المالية وقال اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا أنه سيدشن خطوات تصعيدية للمطالبه بحقوق الطلبه والتي تعرض فيها الطلاب لكثير من التعسفات وايقاف المستحقات الماليه من قبل التعليم العالي ومسؤولين في السفاره اليمنيه بماليزيا وببيان الاتحاد الطلبه اليمنيين حصل الموقع بوست على نسخه منه دعا لوقفه احتجاجيه كبرى في العاصمه الماليزيه كوالالمبور في مقر السفاره اليمنيه بعد صلاه العيد مباشره واشار بيان اتحاد الطلبه اليمنيين الى ان هذه الخطوات التصعيديه تهدف إلى المطالبة بصرف مستحقات الربع الثالث من 2016 وحل مشكلة الربع الثالث بأي وسيلة من أي جهة كانت، كما طالب الاتحاد بصرف تذاكر الطلبة الخريجين الذين ما زالوا عالقين في ماليزيا للعودة بهم إلى أرض الوطن موقع الوحدوي نت تابع ذات الموضوع الخاص بمعاناه الطلاب ولكن في دوله اخرى وعلق الموقع. الطلاب اليمنيون المبتعثون الى مصر يناشدون الحكومه اليمنية وقال الموقع ناشد الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسه في جمهورية مصر العربيه الحكومه اليمنية للنظر في معاناتهم ليتمكنوا من العوده الى اليمن وايجاد حلول لعدم استطاعتهم شراء التذاكر المرتفعه أسعارها. وقال الطلاب في بيان صحفي لهم: نحن الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في جمهورية مصر العربية نضع بين أيديكم معاناتنا المستمرة منذ ستة أشهر المتمثلة بعدم قدرتنا على العودة إلى وطننا نظراً للظروف التي تمر بها بلادنا والتي أدت إلى ارتفاع سعر التذاكر. وأضاف الطلاب أصبحنا عالقين وانقطعت بنا جميع السبل، قمنا بمناشدة جميع الأطراف المعنية من السفارة اليمنية لإيجاد حل لنا، ولكن ما وجدناه هو التسويف والمماطلة. وقد تم عرض الأمر على رئيس الوزراء في زيارة سابقة، وبحسب ما قيل فقد وجه بحل المشكلة تماما، ولكن ما اتضح هو أنها مواعيد فقط. أطفال اليمن والحرب تحت هذا العنوان نشر موقع يمن مونيتور مقالا كتبته افتخار عبد وتحدثت فيه عن أطفال ضاع مستقبلهم في ظل الحرب أطفال الأمس الذين يتسمون بالرقة والجمال وبالقلوب النظيفة الخالية تماما من أي هم من والذين كانوا يجدون حظا وافرا من دلال الأبوين وخوفهما الشديد عليهم إما من الحر الشديد أو البرد القارس ها هم اليوم بغير تلك الحال فقد ذهب الاب المدلل الى حياه غير الحياه وقلب الام النابض بالحنان والخوف قد اصبح متنازلا بعض الشيء عن ذلك الخوف مقابل البقاء على قيد الحياه في بلد الحزين هناك من الامهات من تدفع بابنائها الى ميدان العمل وهم في سن الصغر ليبحث لاسرته عن مصدر عيش تاركين مقابل ذلك مدارسهم وما فيها من علم ولعب ولهو هنا ترى أطفالا قُصّر يحملون هموم أسر كبيرة ويعملون طوال النهار تحت حرارة الشمس القاسية، إما بحمل الأحجار أو العمال الشاقة أو بحمل بضاعة زهيدة من الخضار والذهاب بها إلى أماكن بعيدة لبيعها والحصول مقابل ذلك على فارق بسيط بالسعر يقون به أنفسهم وأهليهم شر الفقر، وإن منهم من يبيت متسولا بالشوارع والطرقات العامة وعن هذا حدث ولا حرج فهموم وماس كثيره يعاني منها الاطفال في الحرب وما يزالون على قيد الحياه يتكبدون الامها ناهيك عن اولئك الذين قد اكلت الحرب اجزاء من اجسادهم ان لم يفقدوا بالكامل فمن الاطفال من فقد احدى قدميه ومنهم من خسر احدى يديه وذلك جراء ضربه عشوائيه اصابت منزله ومنهم من فقد جميع أقاربه وبقي لوحده ينتظر ميعاد موته وإن الكارثة الكبرى والجريمة الشنعاء التي ترتكب بحق الطفولة في زمن الحرب هي تجنيدهم واستخدامهم بالقتال في حرب يجهلونها وقد يتم إجبار أسرهم على جعلهم مجندين في إطار ميليشيات لا هدف لها سوى السيطرة على الوطن والمواطنين تبدو الاوضاع ملتبسه في محافظه ابيان وهو ما تؤكده الاخبار التي نشرها موقع عدن الغد والذي علق في احداها احتجاز رتل عسكري بأبين والسماح له بالمرور، وبحسب الموقع فإن قبيله الجحادنه احتجزت رتلا عسكريا لساعه قادما من عدن كان في طريقه باتجاه المحفد قبل ان يتم السماح له بالمرور، وكان الرتل بقياده القيادي ابو مشعل علي الكازمي، وقال مصدر قبلي لعدن الغد ان القبيله طالبت بعد احتجاز القوات العسكريه. بإعطائها نقطة أمنية وتثبيتها مؤكدا أنه تم منحهم أو أنه قد تم منحهم خمسين جنديا بينهم بينما المسجلون في كشوفات النقطة يتجاوز مئتي فرد تقدموا للعمل في النقطة الأمنية لحماية الطريق وإلى موقع التغيير نت والذي أورد العديد من العناوين بينها بن دغر يكشف مقترح كيري لحل الازمه اليمنيه ويؤكد سنحرر صنعاء مهما كانت الخسائر وفي شان اخر نشوب خلافات واشتباك بالايدي بين وفد الحوثيين في مسقط وامن الفندق يتدخل وعنوان اول رد للمخلاف على الحوثيين بعد اقتحام منزله بالعاصمه صنعاء اتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ميليشيات الحوثيين باقتحام واحتلال منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال المخلافي إن الذين اقتحموا مدن الوطن وعبثوا فيها واحتلوها ودمروها، ليس غريبا عنهم عمل اي شيء بعد ذلك، وسيبقى اليمن هو الاغلى من كل شيء، واستعاده الدوله واجب لن نتركه، موضحا ان الميليشيات تثبت للعالم بهذا التصرف انها مجرد عصابه. لا نريد صالح اخر. تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في الشرق الاوسط مستندا على ما قاله احد قياده المعارضه السوريه حول ما احدثه بقاء المخلوع الصالح في البلاد وقال الراشد اهم ما سمعناه هو ما طرحه رياض حجاب المنسق والقائد السياسي للمعارضه السوريه حيث قال حجاب بصوت واضح ان الحل اي حل يجب ان لا يكون للاسد مكان فيه وأورد مقاربة مهمة ومقنعة مستشهدا باليمن والعراق، ذكر الجميع كيف أن الحل المائع الذي ترك للرئيس المبعد مكانا أو مكانة هو الذي تسبب لاحقا في خراب أعظم، ففي توقيع اتفاق إنهاء الأزمة في اليمن، وافقت الأطراف المعارضة على شرط الوسطاء بأن يخرج صالح من الحكومة لكن يبقى في الحزب، النتيجة أن صالح استغل هذا الحق. وعمل مع المعارضه الحوثيه على التدخل في البدايه بالتخريب سياسيا بفرض المحاصصه ثم فعل علاقته بقوته المسلحه مع ميليشيات الحوثيين ونفذوا مجتمعين انقلابهم وهكذا دخل اليمن في ازمه اعظم ومات خلق اكثر ودمرت مؤسسات والان بسبب بقاء صالح في صنعاء صار الحل اصعب حاله صالح تشابه تماما حاله الاسد فقد ثار عليه اليمنيون في انحاء البلاد في مرحله الربيع العربي، وكان هناك اجماع على تنحيته، الخطأ كان السماح له بالبقاء في اليمن والعمل. حجاب محق عندما يخاف من تكرار النموذج اليمني، فالاسد ان بقي باي صفه كانت داخل النظام المقترح او حتى جلس على الاريكه في بيته يمضي وقته في مشاهده التلفزيون، فانه سيظل مصدر خطر. وهو قادر على تخريب الحل السياسي ويملك مفاتيح كثيره للتخريب الوضع وبسببه ستستمر الحرب. الى موقع يمن مونيتور والذي عنون في صفحته الرئيسيه غضب حوثي من تقرير دولي اتهمهم بقتل المدنيين بالالغام. وفي التفاصيل ذكر الموقع اثار تقرير لمنظمه هيومن رايتس ووتش الدوليه اتهم فيه الحوثيين بزرع الالغام الارضيه المحظوره في عدد من المحافظات موجه غضب كبيره داخل الجماعه المسلحه التي اكد التقرير تورطها في قتل المدنيين بالالغام وتابع الموقع بحسب مصادر فان قيادات الجماعه ابدت استياءها من الشخص المكلف بمتابعة المنظمات الدولية وإمدادها بالمعلومات التي تخدم جماعته وهي في الغالب مضللة للرأي العام العالمي، وأضافت الصحيفة: ووفقًا للمصادر فقد وجهت الجماعة بحجب أي معلومات عن المنظمات الحقوقية الدولية والتحقيق مع من ثبت تورطهم في تزويد هيومن رايتس بالمعلومات في تقريرها الأخير. والآن نذهب إلى موقع المصدر أونلاين لمطالعة أبرز العناوين والقضايا التي أوردها الموقع متحدث مقتل عشرين من مسلحي الحوثي وصالح في مواجهات شمال لحج ومن عدن عنوان الموقع محافظ عدن يدعو إلى ضرورة تشكيل كيان سياسي في جنوب البلاد ليكون ندا للشمال ومن العناوين التي اوردها ايضا نجاه مدير شرطه محافظه شبوه من محاوله اغتيال نفذها مجهولون في مدينه عتق كما عنون الموقع ايضا. مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع للحوثيين وقوات صالح في العاصمه صنعاء ومحافظه البيضاء ونذهب الى فاصل قصير قبل ان نعود لنطالع اهم ما الصحف العربيه في الشان اليمني ابقوا معنا. تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانونا واحدا من القوانين المعرفية. تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك. نعود اللقاء بكم مشاهدينا الكرام ونطالع ابرز واهم قالته الصحف العربيه الصادره اليوم والبدايه من العرب الجديد والتي اهتمت بالشان الاقتصادي اليمني وعنونت في صفحتها الرئيسه. البنك المركزي اليمني يقترض من التجار لتدبير سيوله وفي التفاصيل قالت الصحيفه لجأ البنك المركزي اليمني إلى القطاع التجاري لمواجهة أزمة السيولة الخانقة التي أدت إلى عجزه عن دفع رواتب جزء كبير من موظفي الدولة لشهر أغسطس الماضي، وتابعت الصحيفة بحسب مصدر تجاري أن محاولات البنك المركزي استعادة ثقة القطاع التجاري لا تجد تجاوبا لكن أحد رجال الأعمال قدم خمسة مليارات ريال أي عشرين مليون دولار كقرض يساعد البنك المركزي على مواجهة أزمة السيولة وأضافت الصحيفة دأب البنك المركزي منذ بداية الحرب على دفع الرواتب من خلال الاقتراض من المصارف عبر وسائل الدين العام ومنها أذون الخزانة، وفي ظل أزمة السيولة النقدية التي تضرب قطاع المصارف في اليمن، يحاول البنك المركزي إعادة تعاملات القطاع التجاري والحد من تسرب النقود خارج النظام المصرفي بعدما أدت الأزمة المالية وانهيار الريال واستنزاف الاحتياطي النقدي إلى اهتزاز ثقة التجار في النظام المصرفي. هل يمكن حرمان ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح من الاستفاده من البنك المركزي في تمويل حروبها ضد الشعب دون اللجوء الى نقل البنك المركزي حسب صحيفه الشرق الاوسط يمكن ذلك عبر ما اعتبرته الصحيفه خطوات حكوميه لردع الانقلابيين عن تمويل حربهم؟ بأموال الشعب. وأعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة الشرعية في بلاده تدرس حاليا مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي سبلا جديدة من شأنها استمرار نشاط البنك المركزي اليمني بصنعاء مع منع الميليشيات من استغلال موارده في تمويل حربهم على اليمن. وأفاد المخلافي لدى لقائه سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية توماس سيلبرهون في برلين أن خطوات الحكومة جاءت بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد لتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني وأكد المسؤول الألماني أن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في اليمن وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها مبينا أن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية اضطرت لسحب موظفيها الألمان من اليمن بسبب الوضع الأمني غير أن ذلك لم يترتب عليه إنهاء أو إيقاف المشاريع الخدمية الممولة من ألمانيا أو عرقلة تقديم المساعدات للأزمة اللازمة للشعب اليمني وأنها تدير مشاريعها في اليمن بموظفين محليين يبلغ عددهم 140 موظفاً صحيفه الخليج الاماراتيه تابعت مجريات الاحداث في اليمن وعنونت في صفحتها الرئيسه: قرقاش يندد باقتحام الحوثيين منزل المخلافي، تقول الصحيفه في التفاصيل: استنكر انور قرقاش وزير الدوله للشؤون الخارجيه الاماراتيه اقتحام عناصر او تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح منزل وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي وصفه قرقاش بالصوت الحوار والعقل وأضاف أنور ميليشيا الحوثي وصالح تحقق انتصارا مدويا باقتحام منزل وزير الخارجية اليمني المخلافي صوت الحوار والعقل مضيفا أن عن جهية وجاهلية التمرد هذا منطقها وتابعت الصحيفة ودرجت ميليشيات الحوثي على عمليات اقتحام ونهب منازل وممتلكات خصومها من السياسيين منذ اجتياحها بمعية قوات المخلوع الصالح العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، كما درجت ايضا على تفجير المنازل والمباني التابعة للمناوئين لها وقيادات في المقاومة بمدن ومحافظات اخرى. الخيبات العربية تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب. المشاريع السياسية التي تشهدها مختلف الساحات في المنطقة العربية بدات في التبلور شيئا فشيئا ولم يعد يخفي اصحاب هذه المشاريع اهدافهم وخاصه ان المنطقه نفسها والاحداث الواقعه فيها تدل على ان ما يعتمل لم يكن نتاج لحظه عابره بل نتاج عمليه طويله من المتغيرات ما الذي يمكن أن يكبح جماح أصحاب المشاريع السياسية الرامية إلى تفتيت المنطقة وإدخالها في طور أزمات عميقة؟ من الذي يمول ويروج لهذه المشاريع ويصورها حاجة ملحة للشعوب العربية المقهورة فيما هي أقرب إلى التدمير والتخريب؟ ما الذي يجعل بعض القوى السياسية العربية تتسابق للارتباط بقوى إقليمية لها أهدافها وأجندتها الخاصة في تقسيم العرب وتحويلهم إلى كيانات صغيرة؟ تبدو مثل هذه الأسئلة مشروعة في ظل المشهد العربي الذي نشاهده يتحرك بأشكال وصور مختلفة وفي ظل استقطابات كبيرة في المنطقة التي صارت ساحة للصراعات بين الدول الكبرى والتي تجسّدت في شكل تدخلات عسكرية وسياسية كما هو الحاصل في سوريا حيث تحضر العديد من الدول العربية. في قلب المعادله السوريه القائمه فضلا عن التعقيدات الداخليه التي تتحكم بالازمه ويبدو ان الاطراف السياسيه في المجتمعات العربيه لن تجني من وراء مشاريعها سوى خيبات الامل فلا هي قادره على تقديم نفسها محركا رئيسيا في الاحداث ولا هي جنبت البلد ازمات طاحنه وجاء ارتباطها بالمشاريع السياسيه الخارجيه تتويجا لفشلها في الداخل صحيفه الاتحاد الاماراتي اوردت في احدى صفحاتها عنوان دعوه الى حمايه الاثار اليمنيه وفي التفاصيل تقول الصحيفه اكد السفير اليمني في الاردن علي العمراني ان اليمن غزيره بالاثار للممالك الحضاريه المتعاقبه منذ الاف السنوات مشيرا الى ان جزءا كبيرا منها تعرض للتخريب او التهريب او تضرر نتيجه الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابيه. ودعا العمراني خلال مشاركته في المؤتمر الاقليمي الوزاري الثاني الذي عقد في العاصمه الاردنيه عمان الدول والمنظمات الدوليه المشاركه في المؤتمر الى تعزيز حمايه الاثار اليمنيه عن طريق تتبع ما تم تهريبه منها واعادته لليمن بعد عوده الامن والاستقرار. إليه ومن العناوين المقاومه الشعبيه الانقلابيون يديرون منظومه استخباراتيه لافشال المدن المحرره قريه البقعه التابعه لمحافظه الحديده والتي اثارت صور صور سكانها على مواقع التواصل موجه من التعاطف والغضب تحدثت عنها صحيفه القدس العربي وقالت ان مكتب الصحه والسكان بمحافظه الحديده اعلن ان الوضع الصحي في قريه البقعه بمديريه التحيت اصبح كارثيا جراء انتشار المجاعه بين سكانها على نطاق واسع وطالب المكتب الحكومي بالتدخل العاجل من قبل السلطات الامنيه وكذا من قبل المنظمات الانسانيه الدوليه العامله لانقاذ سكان هذه القريه على نحو عاجل ونسبت مصادر اعلاميه الى مدير الاعلام والتثقيف الصحي في محافظه الحديده يحيى جنيد قوله ان اوضاع سكان قريه البقعه ازدادت سوءا جراء الحرب والقصف الجوي وسوء الاوضاع الاقتصاديه. واوضح ان قريه البقعه تقع على الشريط الساحلي الغربي باتجاه منطقه الخوخه حيث يعمل جميع سكان القرى الكائنه في تلك المنطقه في مهنه الصيد ويعانون من الفقر المدقع حاليا من فتره ما قبل من فتره ما قبل الحرب وازداد سوءا مع اندلاع الحرب الراهنه في اليمن واكد ان الوضع الصحي للسكان في هذه المنطقه سيء للغايه وشبح الموت يحاصر الاطفال بسبب سوء التغذيه الحاد في ظل وضع حرج تشهده البلاد العربي الغاضب والمدنيه المفقوده تحت هذا العنوان كتب سامر خليل احمد مقاله المنشور في العربي الجديد حيث قال يبلغ الحرمان أقصى حالاته حين يحس المرء أن وجوده وعدم وجوده سياً لعل ذلك الشعور ينتاب بعضاً من الناس في مجتمعاتنا العربية التي تعتاش على تهميش أفرادها عبر قمع حرياتهم المختلفة وليس حرياتهم السياسية وحسب فتدفع إنسانها إلى الشعور بأنه يعيش على الهامش وخارج التاريخ كونه لا يشارك في صنع قراره ولا مراجعته ولا يشارك في الحياة العامة مشاركة مهمة ومؤثرة، فضلا عن انه لا يمتلك كامل ادوات اختيار حياته الخاصة ومفرداتها. وهكذا يكون الانسان العربي في حقيقة الامر غير حاضر الا في محيطه الضيق الذي لا يقدر من خلاله على التأثير فعليا في مجرى الحياة والتاريخ، كما هو متاح لافراد اخرين في مجتمعات اخرى. ولما كان الانسان العربي غير حاضر الا في محيطه الضيق، ولما كان لا يصارح نفسه بهامشيته ولا جدواه فانه قد يسعى بكل مثابره ليثبت لمحيطه الضيق ذلك انه حاضر ومهم في كل صغيره وكبيره وانه يفهم ويعرف وليس ثمه من يفهم ويعرف اكثر منه في كل حادثه مهما كانت تافهه الا ترى ان الناس عندنا يتنافسون في تصيد اخطاء الاخرين ذلك كي يثبتوا لانفسهم ومحيطهم انهم احسن واهم ممن اخطاوا بدليل انهم لم يخطئوا ثم الا ترى ان الناس يتسابقون للتفاخر فيما بينهم بكل ما يظنونه تميزا، ثراء، وظيفه عليا، شهاده، حتى لو كان ذلك من الناحيه العمليه غير نافع الا لانفسهم، ذلك ايضا كي يبرهنوا لانفسهم ومحيطهم انهم شديدو الاهميه، وتكون المحصلة ان تسود المظاهر مجتمعاتنا المأزومه هذه عوضا ان تسودها الحقائق. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نخصو بها حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.